متجوزة ماما. يا أمي مش تخريف، دي شهادة ميلاد من سوريا بتأكد إن عنده ابن تاني. يا عيني عليك يا نونة، عاشت كل السنين دي مضحوك عليها. دي كارثة يا جماعة، كارثة. أنا تضحكي عليا؟ أنا تستغفليني؟ أخويا يبقى متجوز ومخلف راجل وأنت تكدبي عليا وتضحكي عليا؟ ما كانش العشم يا هانم، ما كانش العشم. ورحمة عيد، ورحمة عيد ما أعرف غير إنه هو كان متجوز. هو لما رجع من سوريا صارحني وقال لي إنه قابل واحدة مصرية هناك واتجوزها، بعد شهر حس بالندم طلقها. ما أعرفش حاجة تانية، ما جابليش سيرة إنه هو كان مخلف. يعني ما تعرفيش؟ ومين ده اللي عنده اخ؟ هو انت بتهزري معايا؟ والله العظيم يا ابني ما اعرف ان عندك اخ، انا زيي زيكم بالظبط. اكيد يعني مش عارف ان عندك اخ واحرمك منه. عاجبك كده يا فالحة؟ عاجبك؟ عشان تتبسط. مساء الخير يا جماعة، أحب أقدم لكم الأستاذ عبد الرحمن عيد عبد السميع. لا بودة، أنا اسمي بودة، دول أهلي، ما فيش ألقاب، إحنا أهل دلوقتي. ماشي يا بودة، الحمد لله على السلامة. أنا حسن ابن عمتك. عمتك زوزو؟ ها حبيبي على راسي. ده جاي على بيات. لا يا ماما بالشنطة دي، شكله عايش هنا. استني بس الأول نفهم. أنت بقى كيم؟ أنا حاسة أنت أخويا كيم. سلم عليه. لا يا حبيبي، أنا عمر. أنا كريم. عامل ايه؟ عامل ايه؟ تعرف حضن اخوك يا كيمو، قال له اخوك. على فكره يا بود انا عارفاك، بشوف فيديوهاتك على تيك توك بجد بتموتني من الضحك. طب شفت فيديو البيض؟ شفته. 4 مليون مشاهده، ترند ده، خلي بالك. ضحكني جدا. فيديو ايه؟ فيديو البيض.